مشاهدينا، تفاجأ مشتركو شركة يمن موبايل بفتح الإنترنت من دون رصيد، وأصبح بإمكان الجميع تصفح إنترنت يمن موبايل 3G والذي استمر من منتصف الليل حتى الخامسة فجراً، حيث أعلنت الشركة عن تحديث لنظام السداد والرسائل سيتوقف معه إمكانية السداد من الخامسة عصر الخميس وحتى الخامسة فجراً، ويبدو أن فتح الإنترنت المجاني تزامن مع ذلك، ويرجع مهندسون أن يكون ذلك ناتج عن خلل برمجي أو ضرورة ناتجة عن عملية التحديث. نشطوا مواقع التواصل الاجتماعي كتبوا عن الموضوع، نتابع آراءهم. كتب رامز ابن المقطري: شركة يمن موبايل فعلت أكبر كمين للشعب اليمني، فتحوا الاتصال والإنترنت مجاناً لساعات ونشروا أنهم يفعلوا صيانة وتحديثات. الآن الناس كلها تصيح، نهبوا أرصدتهم ولا في تحديث ولا في أي حاجة، الخدمة نفس الخدمة، من بيحاسب الآن مسؤولي الشركة عن نهب أرصدة الناس؟ طبعاً ما فيش، لأن الذي يقود الشركة من خلف الكواليس هوامير كبار، هذولا الهوامير يتبعوا صنعاء وعدن. منشور آخر لمظفر تعز يقول: على فكرة لو في دولة نظام وقانون حتى دفع تكاليف المحامي والمبالغ الذي انسرقت بترجع للعملاء وغصبا عن شواربهم، بس للأسف نحن نعيش في اللا دولة. منشور أيضا لعامر علي يقول: تحديث للأسوأ، الآن مش قادر أعرف كم رصيدي عندهم، كنت قبل التحديث أفعل رسالة نصية بكلمة رصيد إلى 181 وتجيني رسالة من الشركة توضح الرصيد، الآن هذه الميزة مش موجودة ولا تعرف حاجة عن رصيدك، هل يعقل ذلك؟ أكرم الصبري يقول: في ناس ما فتحوا نت وقت المجان ورصيدهم نقص، وناس ما كان معها رصيد وانترنت وامترت بالراحة، يعني كان في تحديث بس القائمين عليه ما حسبوها صح ونظام مخبوط في بعض أجزائه إلى الآن. فاتن البريهي تقول: يا عالم يا ناس، أشتي أرفع قضية على شركة يمن موبايل، تلفوني مليان رصيد، رقدت وقمت وقد كمل، يعني الذي أنتروا أمس ولا اتصلوا، اتصلوا وأنتروا على حسابي، والله بصراحة معها حق فاتن. أبو أمير المحجري أيضا يقول: بسبب عملية تحديث النظام التي تجريها شركة يمن موبايل تم استخدام الإنترنت بالمجان لجميع المشتركين. اللافت للنظر أن الشركة أعلنت أنها ستوقف نظام شحن الرصيد ولم تعلن عن مجانية استخدام النت خلال فترة التحديث. منشور آخر لمعتصم أنور يقول: ذا الحين اللي أنتروا أمس وافتهنوا من يمن موبايل ببلاش، شكلهم مرتاحين ومفتهنين، أما أنا قلت بعمل نفسي محترم ومش بحاجة يمن موبايل، أبكر الصبح وقد شلوا علي الباقة، يا ناس أنا ما أنترتش من يمن موبايل، حيلكم على المسكين. بس جمال الزبيدي يقول: ما فيش أي شيء مجاني، حتى وإنه حالياً ما بيتم سحب أي رصيد سوى من رصيد الاتصال أو النت، سيتم ترحيلها بعد الانتهاء من عملية التحديث. هذا تساؤل مهم يعني. وكان رأي عبد الكريم: ليست عطلانة وإنما يقومون بالصيانة وترقية للنظام أي تحديثه، والأمر يتطلب سير الأمور بهذا النحو أو إقفال الخدمة نهائياً إلى أن يتم التحديث، فكان خيارهم ما هو حاصل الآن. منشور لشاكر شهاب أيضاً يقول: جيت أستعلم عن رصيدي، قالوا لي رصيدك سالب 398 ريال، وأنا كان معي رصيد حوالي 60 ريال، كيف رجع بالسالب؟ يعني يشتوا يخرجوا خسارتهم من ظهورنا ولا كيف؟ ما أنترت ولا اتصلت لحد، ليش المسرقة؟ نختم ببشار صادق يقول: يمن موبايل فعلت حملة تسويقية كبيرة جدا، لو جابت كبار المشاهير والقنوات لما حققت هذا النجاح، بكل الجروبات والمواقع أصبحت حديث الساعة
ونستطيع نقول أن 90% من سكان اليمن سمعوا عن هذه الشركة. أختلف معك يا بشار، شركة يعني هذه الشركة معروفة من عام 2004. إذن مشاهدينا فاصل ونعود.